حسن حسن، عاوزك تعدل لي هنا شوية وبعدين صفر كويس عشان أول وش يبقى على نظافة. حاضر. الله ينور يا استاذ. عليكي بنت حلال، جيت في وقتك كنت هموت من الجوع. يلا يا استاذ الاكل جه. تفضل. ها اخبارك ايه؟ اخباري اتجنن. المهم انت يا حلاوه تخلص لنا الشغل ده بسرعه. خير في ايه؟ في شغل جديد. تفرحيني قولي لي ايه؟ حل فول وطعميه اللي هو هو ايه؟ خلاص البلد ما بقاش فيها غير محلات الفول والطعميه والكشري. ما هي دي بدايه اللحمه زي ما انت عارف، واتفقت لك مع صاحبه على كل حاجه. طيب تاكسي 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 الدوق يا بيه. مانيال يا اخويا، مانيال. خلاص ما بقتش قادر استحمل، مش قادر اقف على رجلي من كتر التعب. معلش يا حبيبي استحمل، اول ما هنروح هحطهم لك في ميه وملح. بتتريقي؟ طب يكون في علمك بقى اول قرشين كويسين هيجوا لنا هنشتري بهم عربيه، حته كده مرسيدس او فولفو اخر موديل. نفسي بقى اشتغل شغلتي الحقيقيه، نفسي ابني عمارات، ناطحات سحاب، ونبني لنا بقى فيلا صغيره محندقه كده فوق احلى ناطحات سحاب. كل حاجه بتيجي خطوه خطوه. واحد بموهبتي كان لازم يبقى عنده شركه مقاولات ورصيد في البنك. ان شاء الله يا مدحت. انا مستعجل قوي كده ليه؟ امتى؟ لما يبقى عندي 50 سنه. بص، بعد ما عملت الدراسه بتاعه ديكور محل الكشري لقيت انه هيطلع لنا 400 جنيه، هنصرف 100 وال200 التانيين هنحطهم في البوسطه اي طوارئ. تعرف يا حنان، انا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي محاسب ولا مدير اعمال اجمل ولا اصرف مني. بلاش باكش بقى، تلاقيك عايز تاخد مني العموله. معقوله؟ انا جاهز. يوه كده بوظت حسابات الكشري. حنان. نعم. نفسي بقى نخلف لنا بنت اموره وظريفه زي كده. مش دلوقتي. ليه بس؟ مش لما تخلص بيتنا وحوش لنا قرش نعرف نربي البنت كويس. هنربيها. بنت هتقل بسرعه، مفيش وقت. على فين؟ حتى مرهوري بيه هنبني العقد. والله احبك يا ابيض. يلا بينا. على فين؟ انت هتروحوا بالمنظر ده؟ وايه يعني؟ عشان يعرف ان انا بتاع شغل بشتغل ليل ونهار. لا الراجل ده يهمه المظاهر قبل كل شيء، لازم تفهم نفسيه الزبون يا جدع. يعني دلوقتي نروح البيت نلبس ونتشيك ونروح نبني العقد. ماشي يا قمر. يلا بينا. مبروك يا باشمهندس. الله يبارك. مبروك يا مدام. شكرا يا فندم. مش عاوز بقى اوصيكم، انا عاوز الالوان تكون رايقه جدا، لان المدام بتاعتي بتكره الالوان الغامقه، ويا ريت يا مدحت تعرض عليها الالوان في الاول. ايوه يا فندم، بس الديكور اللي انا هعمله. ايه كلام الدمنهوري بيه مظبوط 100%، احنا تحت امر المدام. ايوه حنان، بس انا الديكور وانا بعمله. اتاكد يا فندم انه كل اللي هنعمله هيعجب المدام جدا. باذن الله. وانا جهزت لكم الدفعه الاولى. شكرا يا فندم.
انا افتكرت احنا النهارده لما كنا عند دمنهور دي كنت كل ما اجي اكلمه انت تقول له تقطعي لي ليه؟ لان من اول نظره فهمت ان الراجل ده مراته مسيطره عليه، وعلشان نكسبه لازم نرضيها. برافو عليك يا حبيبتي، انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. كفايه بقى، انا لسه ما سكرتش. امال يعني انا اللي شربت نص الازازه؟ لا يا حبيبتي، دي هي اللي جايه ناقصه. يا سلام، انا اسعد انسان في الدنيا جنب مراتي اللي انا بحبها. خلاص حطيت رجلي على اول السلم اللي هيوصلني لفوق فوق ان شاء الله. وانت يا حبيبتي احساسك ايه؟ انا بتمنى من ربنا ان احنا نبقى نحب بعض على طول، ومفيش حدا وحش يتفرق. اتفضلي يا حنان. هنا ايه اللي انت بتعمله ده؟ يجي صاحبها يودينا في داهيه. انت سكرانه؟ دي عربيتي انا اللي مشتريها. انا برضو اللي سكرانه. طب يلا بقى عشان خاطري، يلا عشان خاطري. لا برضو دي مش بتاعتنا. المهكعة دي مع عربيتي، هطلقك بيت تلاتة. حرام عليك يا مدحت، دي ما استحملتنا. دي ماركة يد زوبة. طب يلا اركب احسن، انا اللي هزقك. طيب قاعدة على مهلك. فين الماركة؟ يلا بقى اربط الحزام. عارف يا حبيبتي، انا حاسس ان خلاص كل احلامنا هتتحقق، والفضل يرجع ليك انت طبعا. طب على مهلك شويه، احسن دوسه بنزين واحده هنبقى في خبر كافي. ما تخافيش يا حبيبتي، انت راكبه مع احسن سواق في بر مصر. انا دوب بسوق على 140 كيلو في الساعه. لا يا شيخ، هي تجيب 20. سوق على الدنيا وامشي عليها، انا ولا انت لينا بنت. خلي بالك بقى، سوق على الدنيا وامشي عليها، انا ولا انت. سوق بالراحه بقى. بالراحه يا مدحت. سوق على الدنيا وامشي عليها، انا ولا انت. حاسب 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 حاسب. Thank you.
انا مصر.
العربية من غير رخصة القيادة. السابق انك مختار لقيادتك السيارة بدون رخصة. كذلك اهمالك لقيادة السيارة بسرعة نجم عنها انك انت لم تستطيع ان تتفادي وقوع الحادث. هل لديك اقوال اخرى؟ ادخل. إشارة من المستشفى بتقول إن المجني عليه مات النهارده الساعة 8 الصبح متأثرا بالإصابة. يخلى سبيل المتهمة بكفالة 200 جنيه بضمان محل إقامتها. خلاص الحمد لله. معلش يا حتة كمان، أنت ما كلتيش امبارح طول اليوم؟ وحياتك فلوس الكفالة كانت في جيبي. معرفش اللي كنت خايفة تبارك عشانه. يا لو كنت سمعت كلامي ما كانش اللي حصل لك ده حصل. أنا مش ممكن أندم إني ضحيت علشانك. أنا اللي كان مخوفني فراقنا عن بعض. ما تتصورش الليلة اللي مرت عليا في القسم. ما كانش هاممني السجن. قعدت أفكر طول الليل. طب لو اتسجنت هتعمل إيه؟ وإزاي هنعيش من غير ما نشوف بعض؟ ومين هيخلي باله منك؟ ومن هدومك ومن أكلك؟ مش من الوقت البسيطة هتخرجي برا. مش ممكن اوافق ابدا انك تبعدي عني ولو ثانية واحدة. مش ممكن اسمح لأي قوة في الدنيا تاخدك من حضني ولو دقيقة. يا حبيبي ابدا ابدا. مشكلة حكاية عدم وجود رخصة قيادة دي. بس يا ترى في امل يا استاذ مصطفى؟ يعني محتمل يكون في امل، وخصوصا ان في عوامل كتير في مصلحة المدام. زي مثلا الدنيا كانت ضلمة، الجو كان فيه شبورة، الراجل واقف في منطقة ممنوع الوقوف فيها. ربنا يطمنك يا استاذ مصطفى. ممكن اعرف اتعاب القضية كام؟ والله يا استاذ مدحت القضية دي محتاجة لمجهود كبير زي ما انت شايف. انا مش هاخد منك كتير. 1000 جنيه بس. 500 مقدم اتعاب و500 عند البراءة ان شاء الله. في الحقيقة يا أستاذ مصطفى ده مبلغ كبير أوي، يعني لو حضرتك تكرمنا شوية. أصل ظروفنا اليومين دول. القضية زي ما شرحت لك صعبة شوية، وخصوصا إنها متعلقة بمستقبل المدام. يعني مستقبل مراتك ما يساويش عندك 1000 جنيه. والنيابة عندما تطالب بأقصى العقوبة إنما تهدف بذلك لأن يكون هذا الحكم رادعا للمستهترين من أمثال المتهمة الذين يقودون سياراتهم وكأن الدنيا ملك لهم، غير عابئين بالكادحين من البشر ولا بأسرهم التي لا تستطيع الحياة بدونهم. شكرا. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، لقد اتهمت النيابة موكلتي بالطيش والاستهتار، وهذه صفات بعيدة كل البعد عن أخلاق موكلتي. وقد شاءت الأقدار أن تقود تلك السيارة ليلا في ظروف جوية قاسية، وقد عبر الطريق من أمامها فجأة المجني عليه، وليس أدل على حسن أخلاقها من أنها لم تحاول الهرب كما يفعل الكثير. لذا ألتمس من عدالتكم أن تضعوا في اعتباركم ما قد يسببه حكم قاس من تدمير مستقبل أسرة في بدء حياتها. شكرا. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم سيد علي بالسجن 7 سنوات.
حكمت المحكمة حضوريًا على المتهم عطيات عبد الخالق بالسجن 6 شهور وغرابة 50 جنيه. حكمت المحكمة حضوريًا على المتهمة حنان إبراهيم السويسي بالسجن 3 سنوات وغرامة قرش ساق على سبيل التعويض. رفعت الجلسة. مش معقول. ما يمكن أسيبك تخش السجن وأنت مظلومة. أنا المسؤول يا حنان، لازم أتكلم، لازم أقول اللي حصل. كفاية، محدش هيصدقك. اللي حصل حصل، وأنا ما أقدرش أرجع في كلامي. مش ممكن أسيبك تتلمي في السجن من غير ذنب. خلاص يا مدحت خلاص. دول 3 سنين وهيمروا بسرعة. عايزة لما أطلع ألاقيك إنسان ناجح وعظيم. وشركتنا بقت كبيرة. ما تأخرش عليا بالزيارة وتعالى لي بسرعة. وعدني. يلا بقى كفاية. مش ممكن اوافق ابدا انك تبعد عني ولو سنه واحده.
نسمح بأي قوة في الدنيا تخرج مني ونوتي إلى أمريكا أبدا أبدا. حبيبتي هقول لك عليها.
نفسي غم عليا. يا حبيبتي قلت لك احمي نفسك شوي. كفايه كده النهارده. تعالي مبسوطه يا حبيبتي؟ قوي. الباشمهندس هيتفرغ لي عشان يخلص شغلك باسرع ما يمكن. كويس. ايه مالك يا باشمهندس؟ لا ابدا مفيش. ما تقوم ترقص معايا يا حبيبي. النخله استعدني يا حبيبتي. قوم ارقص معايا يا باشمهندس. عشان النخله استعدني. عن اذنك يا روحي. مش هتقولي بقى ايه اللي مضايقك؟ اصل المكان ده ليه ذكريات عندي. ممكن اعرفها؟ اعرفي. طيب على كل حال لو كانت ذكريات وحشه حاول تنساها. احنا المفروض جايين بس تقولي مش كده ولا ايه؟ ألف مبروك. مبروك على إيه؟ أنت حامل. حامل. اطمني. كل حاجة دلوقتي بدأت تمشي كويس. خلصت عملية الدمنموري ودلوقتي بدور على مكتب صغير. ما تتصورش قد إيه أنا سعيدة النهاردة. أهو كده. مش عايزك تفكر في حاجة تانية غير شغلك وبس. كده ان هيبقى لك مكتب لوحدك. انت مدحت شاب ممتاز تستاهل كل خير. يا فندم تشريفك ليا النهارده عندي اكبر مكسب. على مين تشريفي ليك النهارده؟ ده له سبب. انا جايه لك بصفتي زبونه. تحت امرك. من مده وانا نفسي اغير ديكور اوضه النوم. طيب كنت متردده مش لاقيه المهندس اللي ينفذ اللي في دماغي. اصل انا شخصيا ليا ذوق خاص نمكية قوي. علشان كده عايزك تيجي معايا علشان تتفرج على البيت وتشوف ايه اللي في دماغي. بس كده؟ ده انا في خدمتك. اتفضلي يا لا تقعد في المطبخ. تحت امرك. ما تجيش الا لما اندهلك. معاك يا فندم. ها ايه رايك؟ الحقيقه انا ما شفتش بيت لا بالشياكه ولا بالجمال ده. لا انا خلاص زهقت منه. عايز اغير كل حاجه. ياه ما تستورش الديكورات والعفش ده هو قد ايه بيحسسوني ان انا عجوزه. مدحت انا عايزاك تعمل لي ديكور يحسسني كل لحظه ان انا لسه صغيره جميله عايشه. بس انا شايف ان خساره تغيري اي حاجه. ما يهمكش انا المهم اكون مبسوطه. طيب
ممكن يشوف الدور اللي فوق، احتمال هو اللي يكون عاوز تغيير. تفتكر كده؟ تهيألي. بس على شرط. امرك. انا عايزاك فوق تعملي كل اللي اطلبه منك. انا قلتلك ليه مزاج خاص. قوم افرغك. دي كمان عاوزه تغيريها؟ ايوه. هو انت مش شايف شكلها عامل ازاي؟ مش عارفه ليه بقيت اكره السرير ده، بحس ان انا مدفونه فيه مش نايمه عليه. خلاص اذا كان شكل الاوضه هو اللي تعبك، انا مستعد اغيرها لك، هعمل لك حاجه مودرن خالص. يا ريت الشكل يقدر يغير اللي جواي. انا حاسه بتعسة يا مدحت، مش عارفه ليه بتكلم معاك من غير تكليف رغم ان علاقتنا لسه جديده. لا لا لا، انا تحت امرك، وانا يهمني جدا راحتك. انا نفسي في لحظه صدق. صدقني يا مدحت، سندوتش فول وطعميه مع الانسان اللي بتحبه أحسن من فلوس العالم، وأنت حاسس إنها سجناك، محبوس. أنا تعبانة يا بيتا. أرجوكي، أرجوكي يا مدام، أرجوكي هدي نفسك، أرجوكي. بالعكس، أنا جوزي بيحبني أوي أوي أوي، ده أنا ساعات بيتهيألي إنه بيحبني أكتر من نفسه. والنبي الرجاله دول صنف الامال. اساليني انا، قال على راي المثل، يا مأمنه للرجال يا مأمنه للميه في الغربان. يا اختي. لا بس مدحت ده حاجه تانية، لما يكون في حب بين زوجين بيبقى لازم في ثقه. ثقه؟ ده انت على نيتك بشكل. يا خرابي على اللي جرالي، يا خرابي. امال انا طبقت في زماره رقبه جوزي من شويه، وقفت جنبه كبرت وسهرت وهننت ومننت لحد القرش ما جري في ايده، سابني ولف على حته بيت مفعوصه. وعلى راي زكيه، عمر دي للكلب ما يتعدل. يا جماعه انتوا مش فاهمين، اللي بيني وبين مدحت حاجه تانيه خالص. انا متاكده ان هيبقى لك مكتب لوحدك. مدحت انا عايزاك تعملي شكور يحسسني كل لحظة ان انا لسه صغيرة، علشان كده عايزاك تيجي معايا علشان تتفرج على البيت وتشوف ايه اللي في دماغي. ايوه محاسن ابو الصدى. ايوه فايزة هنور. ايوه زكية ابو الركب. حاضر يا جميل. كل اللي سمع اسمه يخرج للزيارة. من فضلك، والاسبوع ده مفيش حد جالي؟ مادام ما سمعتيش اسمك يبقى محدش عبرك. يمكن شغل عطله ولا حاجة. أنا خايفة لا يكون تعبان. قوليلي، أنت ما قلتوليش إنك حامل. خفت أحسن يقلق عليا وينشغل وما يعرفش يخلص شغله كويس. الحمد لله يا حبيبتي، ان ازمتك اتفكت. لازم حبيب القلب يلاقي وجاه يشوفك. يا
خير. اتفضلي من هنا عشان تستلم الورقه دي. ليه هو مدحت جرى له حاجه؟ لا للاسف جوزك بعت لك ورقه الطلاق. طلاق؟ قريها عشان تتاكدي. ما يستاهلش دمعة واحدة من عينيك الحلوة دي. يا ما قلتلك يا حنان وما سمعتيش كلامي. ده صنف ملعون. اه يا ناري لو اشوفه. تلاقيه يا حبيبتي برم على واحدة تانية. الحمد لله انا خدت طاري بايدي واترميت في المدعوء ده. لكن مهما كان الواحدة ما بتقدرش تستغنى عنهم. والنبي انتوا اللي جايبين وجع القلب لنفسكم. اه لو تسمعوا كلامي. جرايا وليجة ما تتلم بقى. عليا النعمة من نعمة ربي اللي يدور عليكي يلاقيك راجل ولابس باروكة. انت مش هتهمدي الا لما ما انت من بتاع بقى البرشام اللي سحنه ويشم والله ما حسيت. والله ما حسيت. انا مقتنعة بمدحت وعايزاك تريحني وتريح نفسك وتوافق بقى. حاضر يا سيدي انا هريح نفسي، بس يعني ترجعي تاني كل ما قلت من الجوع يا عمي. ده بيضربني يا عمي، مش هترجعي البنت تاني، خصوصا انك هترجعي وانت مطلقه، يعني سعرك هيقل في السوق. فكري كويس، لو خرجت من البيت واتجوزت الواد الصايع ده مش هترجعي هنا تاني. فاهمه؟ مش هرجع، مش هرجع حتى لو مت من الجوع. لك يا حضرة الظابط ما تصدقوش، ده جوزي وبيحبني وعايز يتحمل المسؤولية لوحده. بعدين معاك يا حنان. قولي ورايا يا ست سمناس، زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله. زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله. مش عايز أعيش، مش عايز أعيش. وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة. قبلت زواجك على سنة الله ورسوله. ازاي يتربى بعيد عن جو السجن؟ تأكد انه على عيني انه يبعد عن حضني، بس عشان صحته ومستقبله لازم يبعد عن هنا. خلاص مادام عاوزه كده. انا مش عايزه يا حبيبي، بس اعمل ايه؟ انا هبعت لابوي يجيني وهنفهم وياه. ازاي تفكر انك تستلم الولد؟ ده ابني يا صافي. مش عارفك انه ابنك. ليه ما قالتلكش انها كانت حامل؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني يمكن تكون غيرت وعايزه تلبسك الولد. غلطت؟ غلطت ازاي وهي في السجن؟ معرفش بقى. بعدين مش معقول اكون بتجوز علشان اعيش ولسه فتره من حياتي تجيب لي عيل عشان اربيه. ايوه بس انا هتصرف ازاي دلوقتي؟ تنسى كل حاجه. وبعدين هي امه ممكن ترعاه احسن مني ومنك. انا مش عايزك تفكر في الموضوع ده. احنا مش اتفقنا ننسى كل حاجة ونبدأ انا وانت حياتنا من جديد؟ عنده ايه؟ الولد تعبان قوي، عنده نزلة معوية حادة. Thank you.
كيف حالك؟ في النار اللي في قلبي. هو انا هنا زي امك يا حبيبتي. يا حبيبتي انا اديتك العنوان تفوت عليا عشان اطمن عليك وعلى احوالك. اتفضلي يا ستي، ادي غويش وادي خاتم وادي الدبله وادي السلسله والخاتم فيها. خدي خدي زي بعد المين، ما اشوفش وشك هنا تاني. بالسلامه. خدت يا مناسك؟ ايوه. اتفضل. صباح الخير يا عم جابر. صباح الخير يا ست هانم. من فضلك عايز رغيفين وربع جبنه بيضه فوق. فوق فين يا ست هانم؟ فوق في شقتي، شقه 16. مين؟ ست حنان. الف حمد لله على السلامه. اتفضل. مالك يا عم جابر؟ يا ست الشقه باعها سمعت حد، ادي لها يجي سنه وزياده. باعها؟ باعها ازاي؟ دي شقتنا. ما انا عارف، اتفق مع صاحب البيت، ادالها قرشين وغير لها العقد. الدنيا فلوس يا ست هانم. المناقصة دي مهمة جدا بالنسبة لي، لو أخدتها
هقدر اثبت وجودي انا وشركتي في السوق. بعد كده هيبقى سهل جدا اني اخد مشروع المدينه السكنيه. انت خلاص مبقاش في عندك كلام غير مشاريعك وفلوسك والمدينه السكنيه؟ نسيت انك راجل متجوز، مراتك محتاجه شويه اهتمام منك. انت عارفه كويس ان اهم حاجه في حياتي هي شغلي. انا ما اتجوزكش عشان اقعد طول النهار والليل لوحدي ولا اقعد ابكي في التليفون لغايه ما اسهق او اكلم نفسي زي المجانين. انا قلت لك يا بني ادم عايز اعيش، انا عايز اعيش اعيش. انا ست غنيه، انما انت خلاص الارقام نحست مخك ما بتشبعش، كل ما بتوصل للرقم عايز اكتر واكتر واكتر. الارقام هي مقياس النجاح وانا احب ابقى ناجح. ما عنديش استعداد اقعد جنبك، هدور على كلام فارغ اقولهولك. مفيش منك امل. يا دي اسطى من فضلك فريرة. كلمت وزير الاسكان في الموضوع ده وعدني ان هو هيصرف لنا الكميه اللازمه خلال يومين ان شاء الله. الو؟ ايوه يا فندم موجود. المدام. الو؟ اهلا يا حبيبتي. لا 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 مش هتاخر، مسافه السكه يا دوب. طيب يا حبيبتي مع السلامه. مش عاوزين مني حاجه تانية؟ نقدر نشتغل يا فندم. شكرا يا فندم. طبعا يا فندم، وزمان هو وصلت من الصبح. براو، انت اعظم مدير علاقات عامة. متشكر يا فندم، بس ربنا يخليها دايما عند حسن ظن سيادتك. طب اسمع يا سيدي، اصرف لنفسك 200 جنيه مكافأة. متشكر قوي يا فندم. كنت عاوز سيادتك تشرفني شوية في الصالة بتاعتي، هتلاقي جو يعجبك قوي. هيحصل، بس معلش اليومين دول انا دماغي مشغولة شوية. ما هو عشان كده عايز اروقها لك. انت عظيم في كل حاجة يا حسن. شكرا. احنا يا فندم النهارده بنعتبر من اكبر شركات المقاولات في مصر،
وان شاء الله السنه دي باذن الله هيطب نشاطنا لجميع الدول العربيه. محمود ارجع بينا المكتب تاني. طيب اقدر اعرف راس مال الشركه قد ايه؟ راس مال الشركه مش اقل من 2 مليون جنيه. مدفوعين بالكامل؟ طبعا بالكامل. بس حجم مشاريعكم اكبر من الرقم ده بكتير. طبعا، لكن لازم تعرفي سيادتك ان احنا بناخد قروض من البنك بتوصل ل90% من حجم العمليات بتاعتنا. امال يا فندم؟ وبتتعاملوا مع بنك ايه؟ احنا يا فندم بنتعامل مع بنك الانفتاح لانه بيثق فينا جدا وفي انجازاتنا. احنا شركه يا فندم سمعتها في السوق زي الجنيه الذهبي. في حاجه يا فندم؟ لا لا، بس نسيت دفتر الشيكات. تحت امرك. احنا بنعمل حديث يا فندم مع الانسه لجريده الاقتصاد عن نشاط الشركه. عظيم عظيم. اديها كل المعلومات اللي هي عاوزاها. تحت امرك يا فندم. طبعا طبعا. متحبيني صاحب الشركه زي العسل. ورقبتيه المدة دي كلها من غير ما ياخد باله؟ يا خرابي، وشفتيه بعينيك الجوز دونوس؟ سكت ازاي؟ صبرت ازاي؟ جالك قلبك ازاي؟ ده انا لو منك كنت طبقت في زمارة رقبته وسبته يمشي من غير زمارة. الموت مش كفاية يا فهيم، الموت ممكن يريحه. انا عايزاه يدوق اللي انا دقته، عايزاه احرق قلبه زي ما حرق قلبي. انا عايزاه يخش السجن وربنا يرزقه بواحد زي زكية وما يلاقيش اللي يخش عنه. اهلا سعاده البيت. في صندوق في شنطه العربيه، عايزك تاخده مع الاسطى محمود وتطلعه لزكي بيه فوق. من عناية. حاضر. يلا يا محمود. هنستنى كتير يا ست حنان، انا لسه عندي مشوار المرور هجدد الرخصه. الله، جريست متولي، ما قلت لك حوارك عن التاخير ده. هم مستنيين حاجه منك يا ست حنان. مالكش دعوه، بس اطلع ورا العربيه دي. ايوه بس انا لسه ورايا مشوار المرور. جاي متولي. طب انا هقول لفهيمة. لا هطلع. تعرفي يا فهيمة، لو اقدر اخش شركته في غيابه هقدر اعرف حاجات كتيره قوي عنه. بس ازاي ادخل؟ هي دي المشكله. المشكله انك انت عايزه تخش شركته من غير ما يعرف. يا ست ما هياش مشكله عويصه ولا حاجه. ازاي يا ست؟ سيب المساله دي عليا انا. بس انا عندي بقى حته فكره انها متجنن. ايه رايك لو اتعرفت على مراته وصاحبتيها؟ مراته؟ لا، تعرف على مراته ده ايه؟ لا يا حبيبه قلبي، مراته دي سكه. اصل بقى الرجاله اللي من الصنف ده يبقى سره مع مراته. فانت بقى لو اتعرفت على مراته وجرجرتيه في الكلام هتقول لك على كل حاجه عنه. عيب ده، انا فاهمه. شعرك وتسريحتك يا مدام. ميرسي. ولبسي واضح ان عندك ذوق في كل حاجه. متشكره قوي. بس قولي انت لابسه اسود ليه؟ على جوزي. على باقي في حياتك. حياتك الباقي. متعرفش بقاله كتير؟ بقاله سنتين. سنتين؟ ولسه لابسه اسود عليه؟ ده باين عليك ان مهنيكي قوي. كل واحد بيعمل باصله. تعرفي قبل ما نتجوز ما كانش يفوت ثانيه من غير ما اسمع منه كلمه حلوه، وبعد ما اتجوزنا دايما في البيت قاعد ساكت كاني عايشه لوحدي. يا تعرفي يا ميرفت. اهلا، انا اسمي صافيه ناس. اهلا. تعرفي ميرفت، وانت بتتكلمي كانك بتتكلمي عني انا وجوزي مدحت بالظبط. واللي يزيد عليه ان كل دماغه في شغله، كانه هيلم فلوس العالم كلها دلوقتي. تليفون عشانك يا لازم سلامته يعتذر انه يجي ياخدنا. هو جوزك هيجي يوصلك؟ مش عارف، هشوف هيقول لي ايه في التليفون. استنى. لا طبعا مش موجود. قلت لك 100 مره لا. يبقى خلاص. تشوفني يوم الخميس في النادي. كانها صدفه. اوكي، باي باي. هو مين؟ جوزك. يا ماما.
اصلي وحشتها موت. سلام مدام. خلصت؟ خليني انا بقى. ها انا باجي هنا كل يوم ثلاث ان شاء الله. باي. يعني ما قلتليش ايه رايك في شعري مدحت؟ ايه مالك؟ في حاجه؟ ابدا، دي حاجه مش جديده عليك. اوف اسف، اصل كنت بفكر في مراسله وزاره الاسكان. انا وفرت لك كل اللي يخليك تعيش في اعلى مستوى. تقدر تقولي عايز ايه اكتر من كده؟ ما ترد. انا بشتغل علشان ما اسمعش منك الكلام ده، بشتغل علشان احقق ذاتي، عشان ما تقوليش انك انت اللي عملتيني. مهما عملت مش هتقدر تنكر الحقيقه دي. اسمع مدحت، لو استمريت معايا بالاسلوب ده انت اللي هتندم. النهارده الصبح وانا عند الكوافير في واحده قعدت تغزل في شعري ولونه. المره الجايه هيبقى بدلها واحد، ساعتها مش هعرف اعمل ايه. تصبح على خير. زي ما اتفقنا يا خفيف. مفيش عليا، أنا عارفة كويس هعمل إيه.
ايه رايك؟ مش كده احسن؟ مش نعرف نتكلم براحتنا؟ نخش بقى في الموضوع. ايه ده؟ احنا لسه ما دخلناش المذكور بيه؟ مش خلاص اتفقنا؟ من ناحيه المبدا بس، لكن التفاصيل محتاجه الكلام. مش هنختلف، خصوصا ان دي اول مره اتعامل فيها مع الوزاره. طلباتك انك تدفع 150 الف جنيه وتكون المناقصه من نصيبك. لا 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 يا مذكور بيه، ده مبلغ كبير قوي، وكمان المناقصه مكسبها كبير قوي، مباني قديمه كلها خيرات، يعني انقاضها هتغطي تكاليف ازالتها، ويبقى المبلغ تدفعه لك الوزاره مشفي. انا هدفع 100 الف جنيه. شويه يا متحبيه، ما تنساش ان المبلغ هيتوزع على 5 من اعضاء اللجنه. معلش هعوضها لكم المره اللي جايه. انت عارف انا نفسي اقدمك، وانت عارف غلاوتك عندي قد ايه، علشان كده بعد العمليه هيبقى لك كادو كبير قوي خاص بيك. طب في شرط تملي بنتمسك بيه. هتعلق الفلوس تدفع في الاول كاش بس كده. اتفضل يا سيدي، ما بلاش تتعب نفسك وتخرج الفلوس، هات الشنطه كده كلها. غالي يا سيدي والطلب رخيص، الشنطه وصاحب الشنطه كمان. اتفضل. اه استاذن انا بقى. طيب يلا بينا. اتفضل. مساء الخير يا زكي بيه. اهلا بيك. واصل الفيديو؟ اصلي قلت ان التلفزيون الالوان لازم يلزموا فيديو ولا ايه؟ لا وليك عندي شويه افلام كويسين قوي. ان شاء الله بكره هفوت عليك في المكتب. اه في البنك. اصل بصراحه ليا طلب صغير عند حضرتك، عاوزك تريح لي الشيك بابو مليون جنيه بتاع المنصوره. وفوق كده بقى في خبر حلو قوي قوي علشانك، المرسيدس هتوصل بعد اسبوع، وايه زيتي زي ما انت طلبت. ماشي يا زكي بيه، مع السلامه. يا ست بقى وعرفت لك اخبار مدهشه، انت عارفه بقى اللي ساكن في الفيلا اياها بيشتغل ايه؟ بيشتغل مدير بنك بحاله. وعرفتي اسمه ايه؟ اللي عرفت اه طبعا، البنك يا ست اسمه بنك الفتوح. لا فتوح يا فهيمه، بنك البنك المفتوح. بنك الانفتاح؟ صح، بنك الانفتاح. انت متاكده؟ ايه اللي متاكده؟ ده انا واخده الاخبار دي من وكاله انباء معتمده. بتقولي وكاله انباء؟ ايوه يا حبيبتي، بواب الفيلا هو اللي قال لي على الاخبار دي بنفسه. اصل المنيل على عينه وقع في دباديبي، قال ايه؟ عايز يتاهل بيا قبل ما يفوت القطر. ما عرفتيش حاجه تانية؟ لا عرفتي يا حبيبتي اخبار تجنن برضه، عرفت بقى ان الموقوس مدحت كل يوم والتاني يرش هدايا على مدير البنك وعيلته. ايش بقى التلفزيونات ملونه؟ وايش موكيت؟ وايش ورا بحائط من اللي بنشوفه في التلفزيون؟ وايش فيديو ثلاثه سكام ولا اتنين باليه؟ فاكراني؟ اه صباح الخير، ازيك يا صافي؟ صباح الخير، ازيك انت؟ اتفضلي اقعدي معايا، ده انا قاعده من الصبح زهقانه لوحدي. مبروك، ده انت ابتديتي تلويني اهو، لبستي احمر. لا وبيني وبينك
وقع في حب كبير قوي. لا يبقى خلاص بقى هتخش المصيه ده وتتجوزي. ها ما افتكرش ليه، هو الحب وحش؟ محدش قال وحش، بس اخرته ايه؟ الحب حلاوته انه ما يبقالوش اخر. انا كنت فاكره كده زيك، لكن للاسف طلعت عايشه في وهم. انتي ما تصوريش انا عملت ايه عشان خاطر مدحت جوزي. يا ما وقفت جنبه، كل اللي وصل له ده بمساعدتي انا. هو انتوا اتجوزتوا عن حب؟ ايوه، بس هقولك على سر يمكن تستغربيه. قبل ما اتجوز مدحت جوزي كان متجوز واحده الظهر اي كلام، عملت عامله مهببه دخلتها السجن. انا ما كنتش عارفه الحكايه دي في الاول، وكل ما اساله عليها يقول لي عيانه. ولما عرفت الحكايه دي هي اتواجهت بيها، وقلت له هتتجوزني دلوقتي حالا يا اما مش هتشوف وشي تاني. قولي لي يا صافي، هو ما قالكيش هي دخلت السجن ليه؟ لا انا ما سالتوش. طب مش يمكن مظلومه؟ مظلومه ايه بس؟ بقول لك رد زبون. وكان عنده منها اولاد؟ لا، بس في يوم من الايام كانت عايزه تلزق له عيل، انا خليته ما يعترفش بيه. وعرفتي ازاي انه مش ابني؟ عايزه تقولي ان واحده دخلت السجن يبقى عندها اخلاق. عندك حق، انا لو من جوزك لازم اعمل لك تمثال، ولو ما عملكيش التمثال يبقى ناكر للجميل. يا ريت تقولي له الكلام ده عشان يقدر. اول ما هشوفه هقول. خلاص هو زمانه جاي دلوقتي، اصل النهارده هيسمع خبر هيفرحه قوي. ايه خير؟ في مناقصه هترسي عليه، بس مدحت جوزي بيحب الشغل جدا. الحقيقه كان نفسي استنى واسلم عليه بس مش هقدر، لان عندي ميعاد مع الجو، ولما بتاخر بيزعل مني قوي. لو حق طبعا. لا باي باي. باي باي. خلينا نشوفك عشان نرغي. ها ان شاء الله. باي باي, باي. ليه ما اتصلش؟ جوه في اوضه المكتب يا فندم. اوضه المكتب؟ ايوه يا فندم. من امتى؟ من حوالي ساعه. طب روحي. ما تقول حاجه، بذمتك مش مكسوف من نفسك؟ سايبني مقطوعه في النادي مستنياك، وحضرتك قاعد لي هنا وكمان مش عايز ترد؟ طبعا مسيرتك داخل على المليون، لكن انا مش ممكن استحمل الحال ده، انا لازم. كفايه بقى، كفايه كفايه. ارجوكي ارجوكي سيبيني في حالي، انا مش عايزك. يا سلام، يا ترى ايه السبب المره دي؟ ولا عشان خلاص مارست عليك المناقصه الدنيا مستيعاه؟ مناقصه؟ المناقصه طارت. طارت يعني ايه؟ انت مش كنت مالي ايدك منها؟ ودفعت 100,000 جنيه رشوه، 100,000 جنيه، وفجأة بعد ما رست عليا اتسحبت لمكتب النائب العام، وكل أعضاء اللجنة تحولوا للتحقيق. ما هو أنت برضه اللي غلطان يا مدحت، 100 مرة قلت لك ما تمشيش شغلك بالطريقة دي، لما بتسلم مرة بتقع في التانية. أنا طول عمري بمشي شغلي بالطريقة دي، لو ما عملتش كده هبقى غبي، وشغلي عمره ما هيمشي. ما ديك شفت النتيجة أهي. النتيجة مش طبيعية، أكيد أكيد حد عرف حاجة وبلغ. بلغ؟ ساعة البيت في بوكيه ورد جه لحضرتك. بمناسبة إيه؟ تعيش وتاخد غيرها، معناه إيه ده؟ تلاقيه بعت واحد من اللي كسب منك المناقصة. أنا رأيي ولا يهمك، انسى الموضوع خالص، خليهم يحسوا إن أنت ولا همك حاجة. إيه رأيك؟ تيجي نسافر نتفسح في أوروبا؟ أنت إيه؟ ما بتفكريش غير في نفسك ومزاجك وبس، انت ايه؟ انا خلاص زهقت، عيش هتأثر العمر. كان عندك حق لما قلتي تعرفي على مراته، اما طلعت حته ست. ايه؟ حقيقي ما جمع الا موفق. ايوه كده، خليها تاخد لك بطارك منه. طاري؟ طاري انا اللي هاخده منه ومنها. هتشوفي. يخرب عقلك يا عادل، انت ما بتتكلمش جد ابدا. هو حد لقى ضحك اليومين دول؟ ده بكره مستنده بالدولار. على رايك يا اخي. صباح الخير يا صافي. اهلا. ازيك يا ميرفي؟ عادل زميلنا في الناس. ميرفي صاحبتي. ما تقعد يا ميرفي. قومي بينا نتغدى في حته هاديه. والله فكره، بس على شرط ميرفي تيجي معانا.
وجوزي. ماله جوزي؟ لو شافك. لو شافنا نقول ان عادل خطيبك. طيب ولو الجو شافني؟ خلاص نقول ان عادل خطيبي انا. معلش يا صافي مرة تانية لاني جاي اقعد نص ساعة وعندي ميعاد. اخصى عليك. طب يا عادل خلاص مش هقدر اجي معاك لوحدي، انت عارف. طيب زي ما انتوا عايزين، همشي انا عشان عندي رحلة كمان ساعتين. اوكي باي باي. باي باي. اسمع ما تنساش تجيب لي حاجة حلوة. أحلى منك مش هلاقي. باي باي. باي باي. باين عليه شاب لطيف قوي. فعلا دمه خفيف. أهو. بيخفف عني الهم اللي أنا شايفاه اليومين دول. جوزك برضو؟ أيوه يا ستي. واليومين دول عنده مشروع كبير. وطول النهار والليل سايبني وقاعد مع مدير البنك لما خلاص طهقت. ما هو كله برضو عشانك يا صافي. عشاني أنا؟ لا مش عايزة طهقت. صباح الخير يا بنتي. من فضلك اوضه المدير. اتفضلي. مع السلامة. أنا تحت أمرك. الحقيقة أنا كنت جاية بخصوص قرض بنص مليون جنيه، لأني داخلة مشروع هيزيد عن مليون جنيه. مشروع إيه يا فندم؟ إنتاج بيت ودواجن. يا ريت سيادتك تعمل لنا مذكرة تفصيلية بالمشروع وطريقة التمويل والضمان. ضمان؟ أيوه، عقارات مثلاً، سندات. حضرتك طبعاً عارف. غريبة. مع ان مدحت ابن اختي قال لي غير كده. مدحت مين يا فندم؟ المهندس مدحت عبد الفتاح، ما هو اللي وصاني اجي لسيادتك وقال لي اني حاضر اخذ من البنك قرض من غير اي ضمان. مش ممكن، قوانين البنك لا يمكن تسمح بحاجه زي كده. معلش القوانين خليها على جنب شويه، انا مدحت مديني فكره وانا جاهزه تحت امرك. تحت امري في ايه؟ انا هدفع زيه واكتر يا فندم. مفيش كلام زي ده هنا. والمرسيدس الزيتي والشيك ابو مليون جنيه اللي متحول من فرع المنصوره واصلا مالوش رصيد ومركون بقاله شهرين واكتر. ما حصلش ده كد كد كده. يبقى انا هبلغ النيابه عن مدحت لانه اداني معلومات غلط ولانه شوه سمعه راجل شريف زيك. ازاي تقول لخالتك الكلام ده؟ بقى ده جزائي اني خدمتك. عاوز توديني في داهيه؟ خالتي مين؟ أنا ماليش خالات. أمال الست العجوزة دي تبقى مين؟ وإيه اللي عرفها اللي بينا؟ أنا ما فتحتش بقي قدام أي حد. مراتي نفسها ما تعرفش. يبقى في حد شم ريحة الموضوع. عشان كده المليون جنيه لازم ترجع يا مدحت، وإلا هيكون مصيري ومصيرك السجن. الفلوس دي لازم ترجع في بحر 48 ساعة. فاهم يا مدحت؟ قوليلي، أنت اتكلمت مع مين عن حكاية القرض اللي أخدته من البنك؟ انطقي! قرض ايه وبنك ايه؟ انا ما عنديش فكره عن شغلك خالص. امال مين الست العجوزه اللي راحت لمدير البنك دي؟ مين؟ انطقي كلامي! انا عارفك لسانك طويل وما بيسكتش. لا يا انت زودتها قوي، الظاهر نسيت انا مين. خلاص خلاص هيتخرب بيتي. ايه الحكايه يا مدحت؟ انا اصلي اخدت قرض مليون جنيه من البنك بدون ضمانات زي العاده وبسدد براحتي، وحطيت كل الفلوس في مشروع المدينة السكنية، ونتيجة اللي حصل ده لازم أرجع المبلغ. خلاص ما ترجع. منين؟ بقولك صرفت كله على مواد البنا ورمي الأساس، يعني علشان أرجعه لازم أبيع حاجات كتير جدا وبأي سعر أو أشهد إفلاسي. عاوز أعرف، عاوز أعرف مين اللي بيعمل فيا كده؟ مين اللي من مصلحته اللي حطمني؟ أكيد واحد من اللي أنت حاولت قبل كده هو تخرب بيوتهم، تفتكر هيسيبوك؟ طب إزاي؟ بيعرفوا اسراري ازاي؟ انا عباس. حاضر يا فندم. من مين؟ مع عاطية تمنياتي بالخراب والدمار. مين اللي جاب الواد ده؟ المرة دي واحد تاني يا فندم. ما سألتش هو مين؟ مال المحل؟ ما قالش يعني ايه؟ أي حد يجيب أي حاجة تاني لازم تسأله منين ومن أنهي محل؟ حاضر يا فندم. روح ما تنرفزش نفسك، تعال نفطر. ماليش نفس.
يا رجلي طول النهار نلف في الشوارع نحب بعض. معقولة؟ ده حب تلامذة ولا ايه؟ هنعمل ايه؟ هو عايش مع اهله وانا عايشة مع خالتي زي ما انت عارفة. طب اللي يحللك المشكلة دي ازاي؟ ايه ده؟ ده مفتاح الشقة بتاعتي، كنت بأجرها زمان مفروض، لكن دلوقتي بتنفع. انت رقيقة قوي يا صافي، انا مش عارفة اشكرك ازاي، بس انا خايفة لا تكوني محتاجاه. لا اطمني، قدامك كل ايام الاسبوع ما عدا السبت والحد بالنهار. حاضر. قلت لك عايزة اطلع يعني عايزة اطلع. وانا مش هطلع. يعني مش طايقاك يا اخي، هتعيش معايا بالعافية بكرهك يا بني ادم بكرهك. مش مهم. امال ايه عندك المهم؟ المهم انك تفضلي مراتي، انا راجل اعمال وطلاقنا ممكن ياثر على سمعتي ومشاريعي في السوق. الا اذا ايه يا بيه؟ دفعتي لي 100,000 جنيه. ايه؟ مش هدفع لك مليم واحد. خلاص بلاش، انا شخصيا مش متضايق. استني بقى لغايه ما ازهق واطلعك بدون مقابل، او انت تزهقي وتدفعي لي 100,000 جنيه. مش فاهم ايه اللي خلى شركتكم تغير موقفها بالشكل ده. احنا مش اتفقنا ان احنا ناجل سداد الكمبيالات دي؟ والله انا مش دخل الموضوع ده. عندك رئيس مجلس الاداره هتقدر تتفاهم معاه. انا ما عليا غير اني اعمل سيادتك وبعدين اتخذ قرار العكس. طيب مش ممكن يعني تدوني فرصه اسبوع واحد احاول اتفاهم مع رئيس مجلس الاداره؟ بركه فيك انت برضه يا استاذ احمد، وانا مش هنسلك الجميل ده ابدا. اسبوع بس ادبر نفسي. ربنا يسهل. ساعتها هيكون لك عندي كادو كبير قوي قوي. واو. مع السلامة. شرفت يا سيدي. أهلا إسماعيل بيه. أهلا إسماعيل بيه، بس إحنا متفرقش كده. في شرط جزائي أيوة في العقد، لكن حضرتك عارف الظروف. يا إسماعيل بيه تصرف زي ده هيأثر كتير على موقف الشركة المالي. بس ده انهيار بالنسبة لي يا إسماعيل بيه. اجيب لك فلوس منين؟ انت ناسي اللي اخدته ونكرته؟ انا مستعد المره دي اكتب لك كميالات شيكات ووصولات امانه. الديانه هيحجزوا على الشركه يا صافي. الشركه دي انا ماليش دعوه بيها. انت ناسي ان انت عملتها بمجهودك؟ زي ما كانت بتاعتك وهي مليانه فلوس، اشربها بقى وهي فلسان. من النهارده هتبقى كل حاجه بشرطك. هكتب لك نص الشركة، مستعد كمان اخليك مدير عام الشركة. عن اذنك انا مش فاضيه. رايحة فين؟ عندي ميعاد مع واحدة صاحبتي. هي حكاية خروجك كتير اليومين دول. بحاول اخرج من الجو الكئيب اللي انت معايشني فيه. عن اذنك. Thank you.
مش قلت لك اي حد يجيب ورد ما تسيبوش يمشي الا ما اشوفه بنفسي؟ انا لقيت البوكيه بره قدام باب الفيلا في حته البيت. روح مستقلتك انت كمان؟ لا يا فندم، ده واحد دهون دلوقتي جالي، ده مهم جدا عشان حضرتك. طب روح انت. الو عباس، فين مدام؟ خرجت امتى؟ اعمل لك تليفون. بس يدونك وحصل
ممكن اقتلك انت وهو، لكن فكرت بحال لقيت اننا هنخسر احنا الاثنين. انت حياتك وانا مستقبلي. الانسان اللي يفكر بعواطفه ويندفع في موقف زي ده يبقى انسان ضعيف، مش عارف اصول اللعبه كويس. لان الحياه لعبه. انت غلطتي بس انا كمان غلط، اتسهلت معاكي، اديتك حريه انت استعملتيها غلط. عايز تقول ايه؟ اوصل. ما تقطعنيش. مش معنى اني هادي ومتماسك قدامك اني ما جواهيش بركان بيغلي. انا جوايا وحش عاوز يدمر كل شيء. خسرت كل حاجه، كبريائي، كرامتي، لكن انا اتعلمت ان اي خساره اخسرها لازم احولها لمكسب، ولو حد ادنى من المكسب. انت دلوقتي ما تقدرش تعمل لي اي حاجة، فات الوقت ده خلاص. بس لازم تفهم حاجة مهمة، اني بكرهك وانت اللي كرهتني فيك. اهملك ليا، جريك ورا الفلوس، عدم احساسك بمشاعري، وانا ياما حذرتك قلت لك طريقتك دي معايا هي اللي هتوصلني لكده. ودلوقتي انت عايز ايه بقى؟ ما تطلعني تحافظ على كرامتك. ابقى غلطان لو عملت كده، لانك هتتجوزي عشيك زي ما اتجوزتيني قبل كده. بس انا اقوى من اني اموت زي جوزك الاولاني، واذكى من اني اديك الفرصه دي. احنا هننسى اللي فات، الزمن هينسهولنا، لان اهم حاجه عندي دلوقتي موقفي اللي انا فيه. شركتي مديونه، موقفي المادي منهار، يعني هيشهر افلاسي في خلال اسبوع. وانا دلوقتي محتاج 250,000 جنيه علشان اعدي الظروف دي واقف على رجليا من تاني. اظن ان اقل حاجه تعمليها وانت في موقفك ده انك تدفعي المبلغ ده، ونحاول نحاول نبتدي من جديد. انا عمري في حياتي ما شفت انسان زيك. انا بستخسر كل لحظه قضيتها معاك، بكره كل حته في جسمي لمستها في يوم من الايام. حضرتك عايز ايه؟ تستغل الموقف ده وتكسب مني؟ لكن بعينك انا اللي هسيبك ومش هدفع لك ولا مليم. انا اللي هطلع واقول للناس كلها انك ظبطتني مع عشيقي وسكت. هفضحك، مش هتهمني تفضحتي. انا المهم عندي دلوقتي ان انا اشهر بيك، لاني بحتكرك. سامع؟ انا بحتكرك. بعد الايام اللي فاتت. طب ليه ما حاولتش تتصلي بيا؟ انا كنت محتاج لك قوي يا حنان. تصوريش انا ندمان قد ايه على اللي عملته في حقك. حاسس ان ربنا بينتقم مني على اللي عملته فيك. انا كنت طول عمري محتاج لك يا حنان، بس دلوقتي انا محتاج لك اكتر واكتر. يا ريت تنسي اللي فات وتستنيني لحد ما اخرج. انسى اللي فات؟ ياه، انت ما قدرتش تستنيني سنتين،
عايز مستناك 15 سنة. أنا جيت هنا علشان أشوفك في مكانك الطبيعي، في المكان اللي يستاهل إنسان زيك. طبعا عرفت دلوقتي مين اللي جابك هنا ومين اللي كان بيبعتلك الوعد.